السلام عليكم اختي العزاز، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. الوغ كيف ما كتشوفوا الجوله ديالنا اليوم غادي تكون في محل تيغما، اكبر محل اللي كيبيع الشكلاط بيسكوي لي بونبون اتاي، كلشي ذو جوده عاليه. والحاجه اللي كتعجبني في هذا المحل بزاف هي انكم تقدروا تلقاو عندهم شكلاط بيسكوي بونبون ديال الناس اللي عندهم حساسيه للغلوتين، تقدروا تلقاو عندهم بدون سكر بدون جلوتين، يعني الحاجه اللي قليل قليل فاش تلقاوها في المحلات الاخرين. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني فين جا محل تيغما في مدينه اكادير، راه كاين في حي السلام، هانتوما كاين حدا الدراسه الخصوصيه ديال القسطلاني وحدا طاكسيات الحمرين اللي كاينين في حي السلام، هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كاينين حداهم. واليوم كيف ما كتشوفوا على الدخله حاطين البوفي، اي واحد بغى يدوق شي حاجه فابور. صراحه كانوا دايرين طومبوله اللي كانت نيت حاضره ليها صاحبتي غزاله، ومشيت باش نشوفهم ونشوف الاجواء كي دايره، وقلت علاش لا نصور لكم المحل باش حتى الناس اللي ما عارفينوش هذه هي لوكازيون. المهم كيف ما كتشوفوا صراحه المحل زوين، ان شاء الله انا راه غنشارك معكم تقريبا الاغلبيه ديال الحوايج اللي تيبيعوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا عندهم كاوبيل، عندهم اتاي، شوكولات، بيسكوي، بونبون، وكيف ما قلت لكم راه عندهم ديال الناس اللي عندهم حساسيه للغلوتين، عندهم بدون سكر. صراحه والاثمنه اللي جد مناسبه، شوفوا بحال هادو الناطه كاينين ناط صغيره ب10 دراهم، الفاني تقريبا كلهم ب10 دراهم، 11 درهم، الشكلاط كتلقاو 16 درهم، 12 درهم، 22، يعني اثمنه في المتناول. بغيتو بحال كيقادو لكم هاد لي بوكس، فوالا راه كتختاروا البوكس اللي بغيتو وكتختاروا حتى اش من فانيل اش من شوكولاته بغيتوا ديروا فيه، وكيقدوا لكم البوكس ديالكم تقدروا تعطيوا الناس اللي هزاز عليكم في عيد ميلاد في اي مناسبه هكا الناس اللي هزاز. صراحه فكره لي زوينه، خصوصا كاين شي ناس اللي ما شاء الله كيحماقوا على الشكلاط، يعني تعطيه شي بوكس بحال هكا عامره بالشكلاط والفانيل راه عطيتو احسن كادو يقدر يتوصل به. المهم هنا ان شاء الله غندير لكم جوله في المحل، واي حاجه غادي نصور لكم مع حتى الاثمنه ديالها. انتما كيف ما قلت لكم الشكلاط راه 22 درهم 20 درهم، وكاينين مختلف النكهات، كاين دلوز، كاين ديال لي فخوي، كاين اوريو. هانتوما كيف ما كتشوفوا صراحه كاين لو شوا كثير تبارك الله. وحاجه اخرى اللي عجبتني في هذا المحل هي التعامل ديال الناس اللي فيه، بالخصوص امينه وعزيزه، ومهم الدراري كاملين اللي خدامين في هذا المحل شكر خاص من هذا المنبر. دونك الى وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش تخليوا لي جيم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم. الناس اللي مازال ما اشتركوا اش تتسناو، اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كيف ما كتشوفوا راه المحتوى ديال القناه اللي رائع بزاف، كنشارك معكم اي حاجه زوينه في مدينه اكادير بالخصوص، و حوايج اخرين اللي اي حاجه تقدر تنفعكم، شهيوات مره مره، تخفيضات مره مره، المهم قناه اللي غتنفعكم انا اكيده. دونك نقول لكم سلام عليكم وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا كاع الجديد واشنو كاع كاين في هذا المحل. وكيف ما قلت لكم راه اي حاجه صورتها الا وغنصور لكم الثمن ديالها. دونك نقول لكم سلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.